بنشرب هون. بكلنا قرب بعضنا يا هولي نشوف الأودينس قرب بعضنا في العمر. Presque une génération, deux générations qui se suivent. Ce matin, il y a deux radis dans notre entourage interne. Il y a Hassel. Nous avons appelé Kouna, le jeune Jio. Nous avons appelé Kouna Namlou, le tout même radis. Nous avons appelé Kouna Namlou, le tout même radis. Nous avons appelé Kouna Namlou, le tout même radis. فاش أتن جيت الثورة جيتنا الثورة كانت حلمة في جيت الثورة خرج الشباب قال كلمته قال ليه فرض روحه خرج باش يحاول يحقق الحلمة باش يحاول يحقق نظرة لتونس تونس جديدة بعد أبغتير من الثورة هذية اللي أعطتنا وإلا خليناها وأبغت جدي كبير حول حكي الثورة 2011 كانت تحت لنا فرصة إن نغير من فرصة كبرت من ثورتنا بدينا نكتب في صفحة جديدة وأنا بين الشباب اللي كان يمن اللي كان نحن ما نتحركوش ما نجم نغير حتى شيء كان احنا ما نتحركوش حتى شيء ما بشي يتغير وحتى شيء ما بشي يعطينا بشي يعطينا هدية أبغتير من اللحظة هذية تحالت لنا ثنية ولا جزء ثنية للشباب يا تمشي للأحزاب يا تمشي للجمعيات وكل واحد نظريته وكل واحد طموحه فما شكون مشى خالط في الأحزاب ناضت الأحزاب فما شكون في الجمعيات وكل واحد من موقعه حاول يغير حاول يبدع أنا ما بين العباد اللي اختاروا الجمعيات علاش الجمعيات خاطر كنت نلم برشا بقوة المجتمع المدني دونك أبغتيغ من اللحظة هذيا دخلت في أفونتور جديدة من أفونتور أساسياتيف سيرت دونك دخلت للغرفة الفكرية العالمية بحمام شط برشا فيكم تشوفوا لي شنو هي غرفة الفتاة العالمية عمرنا ما سمعنا بها غرفة الفتاة العالمية عندها توا 100 سنة غرفة الفتاة العالمية حمام شط عندها 14 عندها 15 سنة دونك تأسست في عمل فيه كنا اجتمعنا وكانت عندنا حلمة التغيير الإيجابي وكانت عندنا حلمة أن نعطيه فرص للشباب أول فرصة أول حلمة حلمناها إننا نبداو نربيه الصغار نتاعنا من الصغار أبغتيغ من الكوليج على المواطنة دونك عملنا الانتخابات في 2011 في الكوليج في حمام شط وضحنا للصغار إنهم يعرفوا شو معناها الانتخابات دونك لا سوربريز كون أوي بعد ما اكتشفناها في التلفزة بيان اونتوندو واحد من الصغار اللي دخل في حلقة تكوينية باش توري شنو معناها اوبسرفاتا باش يكسر شنو هي الحملة الانتخابية وشنية أسس البروسيدور الإلكتورال يجينا في التلفزة ويقولنا هذه انتخابات ماهيش مطابقة للقانون اللي قرروني عندنا ديزيزولوار محطوطين بحدا شباب دونك أنا الانتخابات هذه مانيش معاها هذايا طفل عمره 13 سنة دونك هنا نقول صحيح صغير هذا ما بين الشباب اللي كي تعطي كي تعلمه ينجم يبدع بعض ويوريك اللي هو اتقبل المعلومه وربح الشباب اللي حكيت عليهم توا ولاو في الغرفه الفتاه العالميه للشباب اللي هم بين 14 و 15 سنه واليوم يقفوا على البوديوم وينجموا يدافعوا على حقهم وينجموا يناقشوا وينجموا يغنوا نفوتكم بالكلام ونحكي لكم دونك الشباب هو مفتاح النجاح صحيح كنت ما عنديش برشا كنا في الانتخابات وكنت انا ليا الحظ اللي شاركت مع المراقبون في مراقبه حسن تسعير العمليه في الانتخابات كنت انا برشا شباب عازف على الانتخابات ما يحبش يمشي الانتخابات اكتشفنا
اللي بعد في الانتخابات الرئاسيه الاولى والثانيه برشا شباب قالت انا ما نجمش نقعد في الانتفاخاس نتاعي، يلزمني نقدم ونحاول نمشي نشوف شنو اللي صاير في البلاد، يلزمني نشارك في شنو صاير في البلاد على هذاك بيسكو نا با دو بوسيبيليتي باش يقعدوا في الانتخابات. مشاو ودخلوا مع لي زوبسيرفاتور ولا لي زوبسيرفاتور باش يشوفوا كيفاش صاير. هذا الكل علاش؟ علاش نحكيكم في هذا الكل؟ انا قبل كنت ما نجمش نقف قدام تبارك الله، ما نجمش نقف قدام زملاء الناس باش نحكي. بعد من اكسبيريونس بلوز فورماسيون اسوسياسيون نجم اليوم نقف قدامكم ونحكي افيك فاسيليتي وفاسيليتي ان بو بلو موان. حاب نقول لكم اللي راهو صحيح انتم الحل قالوا لكم برشا، اما الميساج سيكو يلزمكم تمنوا بريحكم، يلزمكم تمنوا بالفكرة اللي تجيكم. الفكرة كان منكم فكرتكم، راهي فكرة تنجم تكون حقيقة. راهو توت لي زافونسيون، توت لي زوبسيون، توت لي زوبورتينيتي دو شونجمون، أي فرصة باش تتاح لكم باش تبدلوا حياتكم، باش تنجحوا في حياتكم، باش تكونوا عبد آخر، العبد اللي تحبوه، باش تنجموا نوصلوا مع بعضنا نخلقوا تونس اللي نحبوها. يلزمنا نبداو من الفكره، وكان نتمنوا برواحكم تمنوا بالفكره نتاعكم وتدافعوا على الفكره نتاعكم جوسكو بو، وقتها نجمو نقولوا رانا نجحنا، رانا شباب نتاع غدوه، رانا مستقبل تونس، وراه المستقبل ما يبدا كان بشخص. دونك هذا الكل نكمل. Je vais finir sur une citation اللي نحبها برشا كي ما بوكو ماركي غاندي: Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Merci.